حد فيكم سمع قبل كده عن العلاج بالتبريد؟ العلاج بالتبريد ده كان عنوان مؤتمر طبي تم تنظيمه في محافظة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية والصحية، واللي انطلقت فعالياته امبارح ومكمل على مدار يومين وسط مشاركات عربية واسعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن العلاج بالتبريد لأمراض الصدر. معنا على الهاتف الدكتور أحمد يوسف رئيس قسم الصدر بطب الإسكندرية ووكيل نقابة أطباء الإسكندرية. صباح الخير على حضرتك. اهلا، صباح الخير استاذ بسنت، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. السادة المشاهدين جميعا، اهلا بيك يا فندم. يعني في البداية حابين نعرف المؤتمر بيهدف لايه واهميته، خاصة في ظل المشاركات العربية الواسعة المتواجدة فيه، وكمان تشرح لنا اكتر ايه هو العلاج بالتبريد. هو حضرتك المؤتمر انعقد في احدى فنادق الاسكندريه الكبرى على مدار يومين، الخميس والجمعه 15 و16 سبتمبر، وده يعتبر المؤتمر الثامن السنوي للجمعيه العلاج بالتبريد. العلاج بالتبريد حضرتك هو ده موجود من ايام قدمان المصريين زي ما هم مبتكرين في كل حاجه، بس طبعا بتختلف في كل حقبه الاجهزه اللي هي موجوده. فاحنا الحمد لله يعني دخل عندنا في اسكندريه، في جامعه اسكندريه، من حوالي 20 سنه، بس طبعا كل 10 سنين بتتغير الاجهزه، ومثلا بدل ما تبقى كانت مثلا حاجات اللي هي بتعتبر باجهزه معينه بتبقى بقى بتبقى في اجهزه اكثر واكثر واكثر، وبتبقى بتقلل الوقت بتاع العمليه. بالنسبه للتبريد حضرتك ان هو بيعمل تجميد للورم، سواء كانت الاورام الخبيثه او الاورام الحميده. طب حد يقول لي طب ما دكتور احمد انا بحط الحاجه في الثلاجه بحفظها، يبقى ازاي انا بستخدم التبريد علشان يقتل الخلايا السرطانيه؟ هو المشكله عندنا ان ازاي انا بوصل لدرجه اللي هو التجديد الفريزنج في الثلاجه، اقصى حاجه لغايه ماينس 5، لكن احنا بنستخدم من ماينس 40 لماينس 200، شوف حضرتك ازاي؟ فده اللي بيقتل الخلايا السرطانيه. لو هو بقى اورام حميده الحمد لله بالمنظار نسبه الشفاء 100%، لكن لو هي الاورام الخبيثه فطبعا اكتر حاجه بيبقى فيها اللي هي بصق دموي حاد، ممكن يحصل نهجان للمريض، كحه مستمره، الحاله العامه بتاعته بتبقى مش كويسه. فده اللي هو في العلاج بالتبريد بيمثل حوالي 70-80% من مش شفاء 100%، طبعا اللي دي اورام خبيثه بتبقى منتشره وبتبقى راحه مثلا في جزء منها للغشاء البلوري، جزء منها ممكن للمخ، جزء منها للكبد وهكذا. لكن اتفضل دكتور. انا لما سافرت الصين يا دكتور يعني شفت لما دخلت الصيدليه كان في الويسترن ميديسن والتشاينيز ميديسن، العلاج الغربي والعلاج الصيني، وكان تقنيات العلاج بالتبريد دي انا شفتها في الصين، وشفت ان كان عليها حجز بالشهور، وهم كانوا بيجمدوا هناك يعني اتساقا مع كلام حضرتك يا فندم الخلايا السرطانيه. هل دي نفس المدرسه او نفس المنهج العلاج؟ اتفضل. هو انا بقول لحضرتك انا نائب رئيس الجمعيه الدوليه للعلاج بالتبريد اللي هو مقرها في الصين. تمام. فاهم حاجه؟ وانا انتخبت من 3 سنين نائب رئيس الجمعيه، كنا في مؤتمر في الصين، وانا مشكورا طبعا جامعه اسكندريه لو في الابحاث الجميله والابحاث الحديثه، فانا كنت ايضا سافرت على حساب الجامعه، الجامعه بتوفر لنا تذكره الطياره والريجستريشن فيز والاقامه. على اساس ان احنا يعني هو نفس المدرسه الصينيه في العلاج يا دكتور عايز. لا هو انا هي دلوقتي هو كل 3 سنين بتتغير المقر بتاع الجمعيه، يعني قبل المقر في الصين كانت في اسبانيا، وقبلها كانت في انجلترا. فانا كنت اتعلمت في سنه 98 في انجلترا، واخدت الدكتوراه في العلاج بالتبريد من انجلترا، وبعد كده انتخبت عضو في الجمعيه، ولغايه الحمد لله نتيجه الابحاث اللي بنقدمها من اسكندريه ومصر الحمد لله بقيت من 3 سنين نائب رئيس الجمعيه الدوليه، ومقرها دلوقتي في الصين. طبعا الصين متقدمين قوي في الـ في الـ في, الـ في التكنولوجيا، زيهم زي انجلترا وزي اوروبا، واحنا الحمد لله الحمد لله يعني انا عملت جهاز جديد كان بيستخدم للاورام بتاعه الامراض الجلديه، فاهم حاجه ازاي؟ الجهاز ده لو احنا اشتريناه من بره حوالي ب2-3 مليون جنيه. انا استخدمته بطريقه معينه وحورته عشان ان انا استخدمه لامراض الشعب الهوائيه والاورام الشعب الهوائيه والرئتين، والحمد لله عملت ابحاث عليه، وهسافر اول الشهر اللي جاي في مارسيليا في فرنسا هقدم اورال برزنتيشن عندهم هناك. طيب دكتور اتفضل. يعني انا حابه اعرف هل كل مريض بيكون ليه طريقه علاج معينه؟ حضرتك اتكلمت على انه ساعات الجهاز ده ممكن يوصل لماينس 200،
ايوه انا مش دكتوره ما درستش طب فما اعرفش، بس هل ممكن انسان يعيش ودرجه حراره جسمه اقل من 200؟ لا، ما هو ده احنا بنستخدم هذه الطريقه للاورام فقط، لكن هو ما بيأثرش على الخلايا السليمه. فعشان كده ان كل دكتور طبعا لازم يبقى خبره في الحاجه دي، لان ممكن يستخدمه بطريقه خاطئه ودي الغلط. يعني الجهاز ده بيستهدف بس الخلايا السرطانيه او الخلايا او الخلايا الحميده. ماينس ده بيبقى بحاجه بنسميها النيتروجين السائل، اللي هو عارفه حضرتك بيستخدموه دلوقتي في امراض النساء والحقن المجهري عشان يحافظوا بيه على الحيوانات المنويه، وازاي ان هو البويضات والحاجات دي كلها، فده بيحفظها. احنا بقى بنستخدمه علشان يكسر الخلايا السرطانيه، والحمد لله جاب نتائج كويسه جدا جدا جدا. وده عالميا معروف، يعني ده في بقول لحضرتك جمعيه عالميه، مش بس لامراض الصدر، ده بيستخدمه امراض الكلى وامراض المسالك وامراض الكبد في كل يعني الحاجات. انا اسفه مصطفى، يعني مريض السرطان ممكن يتعالج منه؟ انا بقول لحضرتك لو هو في الاول خالص بيبقى عمليه، طبعا عمليه جراحيه، لكن احنا بالنسبه لامراض او اورام الصدر نسبه العمليات فيها بتبقى حوالي من 20 لـ25% فقط. لان المريض طبعا بيبقى بيشرب سجاير كتير والتلوثات اللي موجوده، فبيتشخص متاخر، فما بيفعلوش عمليه بنسبه 75%. هنا بقى ده العلاج بالتبريد موجود. مؤلم يا دكتور؟ لا لا لا، ده بنعمله بنج موضعي او بنج كلي. الحمد لله بياخد حوالي من نص ساعه لساعه، وبيروح بعديها بساعه في نفس اليوم من المستشفى. بس كده؟ احنا بقى في نوعين من العلاج، يا اما عن طريق المناظير الشعب الهوائيه، ودي بتبقى عن طريق الفم او الانف، ما فيش فتحه ولا حاجه، او بيبقى لو هو الورم ده موجود في حاجه اسمها النسيج الرئه، النسيج الرئه، فطبعا ده بيبقى بعيد عن الشعب الهوائيه، فده اللي هم اكثر ناس بيستخدموه في لبنان وفي الصين، بيبقى عن طريق بنسميها الاشعه التداخليه، اللي هي مثلا الموجات الصوتيه او كده، وبيبقى ابر معينه بتدخل من الصدر بتاع العيان، الجلد من بره بتدخل جوه الورم. لكن احنا بنستخدم عن طريق المناظير. سؤالي الاخير معلش، عشان ده تقنيه ربما هتقلب موازين قصه الاورام في مصر، انا شفتها بره وانا عارف هي قد ايه مهمه جدا، وعارف ان الاجابه هتبقى دبلوماسيه في السؤال ده، مكلف يا دكتور؟ يعني يمكن، يعني خليني برضو ابقى اوضح مع حضرتك، يمكن ان ينتشر في مصر وفي قرى مصر ونجوعها، ولا هيفضل شويه في المدينه؟ هقول لحضرتك احنا اوائل الناس اللي استخدمناه، وده كان المشرف عليا استاذي الله يرحمه الاستاذ الدكتور صلاح سرور، وسافرت انجلترا وتعلمت، وجاء قال لي دكتور احمد لازم نشتري الجهاز، اشتريناه، وكان تبرع من شركه الحديد والصلب ايامها عندنا في اسكندريه. تمام. وعملنا بيه شغل كويس جدا، لغايه دلوقتي مستمرين، والعلاج مجانا في قسم الصدر كليه الطب جامعه الاسكندريه. عشان اقول لحضرتك بالمقارنه، انا سافرت لبنان من سنتين عشان اقول لهم على الطريقه بتاعتنا بالمناظير، هم بيستخدموا طريق الابر زي الصين، عارف حضرتك والله امانه بيعملوا المريض بكام هناك؟ ب 11000 دولار، 11 يعني حوالي 300000. احنا الحمد لله بنعمله، لان دي رساله الجامعات، مش جامعه اسكندريه بس، ده كل الجامعات بيبقى رسالتها اللي هي العلاج بالمجان للمرضى، وفي نفس الوقت التعليم الطبي المستمر. احنا الحمد لله من اوائل الناس، بعدين حوالي 8 سنين جامعه القاهره جابت الجهاز، وبعدين جامعه عين شمس، وبعد كده اسيوط، المنصوره، بنها، طنطا، في كل جامعه من دول، وانا الحمد لله ربنا اكرمني اللي انا بروح اول ما جامعه بتجيب الجهاز بقى بعمل ورشه عمل معاهم. صحيح. وكان اخر جامعه جابت كانت جامعه المنيا، كان من حوالي 7 شهور، ورحنا حتى هناك عندهم وقعدت يومين، وجمعت الاطباء اللي هم مهتمين ان هم يتعلموا، والحمد لله هيبداوا ان شاء الله يشغلوا الجهاز ان شاء الله. الله. إن شاء الله. كل الشكر ليك دكتور أحمد يوسف، رئيس قسم الصدر بطب الأسكندرية ووكيل نقابة أطباء الأسكندرية، كل الشكر ليك. أنا عايز أقول لك حاجة قبل ما بعد ما الدكتور، أنا شفت بعينيا في الصين قصة العلاج بالتبريد دي. والله فعلا مليارديرات العالم ومليونيرات العالم حاجزين وبيقعدوا بـ3 شهور وبـ5 شهور وبالسنة أحيانا علشان يخش، لأن هم ربما مدرسة مختلفة شوية عن الطب الغربي. قصة العلاج بالتبريد فعلا انا شفتها بعينيا، ما فيهاش الم، يعني هو بيجمد فعلا زي ما الدكتور قال الخلايا السرطانيه، ولكن هي ليها طبعا تكنولوجيا معينه وشكل معين ونسبه نجاحها كبيره جدا، يعني نادر جدا ما في عمليه تفشل او اعتقد ان ده ثوره بكل المقاييس، حقيقي ثوره طبيه، ثوره كبيره طبعا، علميه بكل المقاييس. لو فعلا اتطبق وانتشر في مصر هيقضي على هذا المرض الخبيث اللي عامل كابوس لكل الاسر المصريه.